أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. معارك مستمرة في تعز، والجيش والمقاومة يسيطران على مواقع جديدة في المصراخ. قتلى من الميليشيا في هجوم للمقاومة بمديرية الشرية في محافظة البيضاء. منظمة حقوقية ترصد مقتل وإصابة 400 مدني بسبب ألغام الميليشيا. أهلا بكم. أفاد مراسل قناة بلقيس أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من السيطرة على مواقع في مديرية المصراخ في ريف محافظة تعز. وقال مراسلنا أن الجيش والمقاومة سيطرا على أكمة القراض وحصن المخعف بالكامل المطل على معظم مناطق الأقروض في المديرية. الأحداث خلال 24 ساعة الماضية، فالمعارك المتسارعة هناك شكلت مصدرا للأخبار على مختلف الجبهات، وبالتزامن مع العملية العسكرية التي نفذتها المقاومة والجيش الوطني غربي المدينة، شهدت الجبهة الجنوبية من المحافظة معارك أخرى شن فيها الجيش الوطني عملية وصفتها المصادر بالنوعية، سيطر من خلالها على مواقع مهمة في منطقة الأقروض التابعة لمديرية المصراخ، وهي الجبهة التي يبذل فيها الجيش الوطني منذ أشهر جهدا مضاعف لقطع خطوط الإمداد، حتى نجح اليوم في قطع الطريق الرابط بين الأقروض ودمنة خدير الشريان الرئيسي للميليشيا. بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيا أحكم الجيش الوطني سيطرته على عدد من المواقع، أهمها أكمة القراض وحصن المخعف وصندات والأقحف والنوبة والذنيب والكور. ونفذ الجيش عملياته بغطاء للطيران الذي استهدف جبل ورقة حيث تتمركز فيه الميليشيا، كما دمره بالكامل. وبالنظر لخارطة المعركة في هذه المديرية تبدو أغلب المناطق في قبضة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ولم يتبقى للميليشيا سوى منطقة المطال التي يجري محاصرتها من قبل الجيش. ينضم إلينا الآن من المصراخ قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي. سيادة العميد، هل حدثنا عن خارطة سيطرة المقاومة في مديرية المصراخ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سيد العميد، هل حدثنا عن خارطة سيطرة المقاومة والجيش الوطني على مديرية المصراخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نترحم على أرواح الشهداء وندعو الله بالشفاء للجرحى، وإن شاء الله النصر قريب لتحرير كل تعز وليس مديرية المصراخ فقط. ولكن يا أخي اليوم وأمس قوات اللواء 35 المدرع مسنودة مع المقاومة الشعبية وأبناء الأقروض الوطنيين منهم فقط استطاعوا أن يحققوا انتصارات كبيرة في منطقة الأقروض بعد ما سمعتم في الأسابيع الماضية. تم تطهير مركز مديرية المصراخ وما حولها، ومن يوم أمس وحتى اليوم تم تطهير حوالي 80% من منطقة الأقروب بقوات اللواء 35 مدرع وبمساعدة قوات التحالف للضربات الجوية، حيث تم تطهير اليوم واستعادة الكثير من المناطق مثل حصن المقعف والذنيب ونوبة مهيوب والأحياد والغزاول وقمة الديك وفندات وشمر والأحياد والحوقلة وشعب موفر والعسال وعدة مناطق كثيرة تم تحريرها، ولم يبقي إلا المناطق البسيطة. طيب إن شاء الله في الساعة القادمة سيادة العميد سيتم استكمال التطهير. سيادة العميد، ما هي الأهمية أو ما الذي سيمثله السيطرة على هذه المناطق الجديدة التي سيطرتم عليها وبسطتوا يعني قوتكم عليها؟ الأهمية أن العدو لن يستطيع أن يهدد الخط الرئيسي أو المديريات التي لم يستطيع الوصول إليها من قبل للسيطرة على هذه المناطق. تؤمن أغلب مناطق الحجرية والمديريات اللي تقع بالقرب من هذا المكان. من هذا المكان استطاع العدو الوصول للمصراخ وإلى نبي حسين، واستطاع قطع الخط الرئيسي ما بين تعز
والمعافر والتربة عدن، والحمد لله الآن بعد تطهير مركز مدينة المشرق، واليوم ونحن ظاهر ونحقق هذا الانتصار الكبير في منطقة الأقروب، إن شاء الله نكون شلينا حركة العدو واستطعنا أن نمنعه من الوصول إلى هذه المديريات وإلى هذه الخطوط المهمة. سيادة العميد، هل تلقيتم أي تعزيزات من قبل يعني المنطقة العسكرية الرابعة التي تتبعون لها أو من قبل قوات التحالف العربي؟ ولا أتحدث هنا عن قصف جوي، أتحدث عن إمدادات، تعزيزات عسكرية، يعني آليات أو ما شابه. تلقينا جزء من بعض الآليات كالأطقم وبعض العربات، وأيضا مدونا بالذخائر للأسلحة التي نمتلكها الخفيفة والمتوسطة وبعض القذائف المدفعية. هذا حصلنا عليها من قوة التحالف العربي، واستطعنا أن نحقق هذه الانتصارات بعون الله وبعزيمة الرجال المقاتلين وبسند والتحالف بالأشياء التي ذكرت لك. طيب سيادة العميد، يعني تزامن تقدمكم في الأقروض بتقدم للمقاومة والجيش الوطني في معبر الدحي والجبهة الغربية في تعز، هل هناك يعني تنسيق ما بينكم وبين الجبهة هناك، وهل هناك بارقة أمل في يعني التحام الجبهتين ببعضهما؟ ان شاء الله الجبهه الغربيه التي الان تقاتل وتحقق الانتصارات في منطقه الدحي وفي الحصب، وايضا اللواء 17 الذي مرابط في جبهه الضباب في الجبهه الغربيه المهمه الرئيسيه لهم هذه، وايضا نحن في اللواء 35 مدرع، وسجلت لنا مهمه رئيسيه للواء اللي هي تحرير مديريه المشرق، ومن ثم ان شاء الله ستتجه الى جانب اللواء 17 باتجاه فك الحصار عن تعز كمرحله اولى، وأيضا تحرير تعز بكاملها إن شاء الله المرحلة الثانية. أشكرك شكرا جزيلا قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، كنت معنا عبر الهاتف من المصراخ. وثقت كاميرا أحد الناشطين في مدينة تعز لحظة انفجار لغم أرضي على عنصر من المقاومة في تبة الخوعة بعد السيطرة عليها من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة، وتلجأ الميليشيا إلى زرع الألغام في كافة المناطق التي تندحر منها لإعاقة تقدم المقاومة. ودعا ناشطون الجيش والمقاومة إلى الحذر وإنزال فرق هندسية لنزع الألغام قبل الانتشار في المناطق المحررة. يعتبر منفذ الدحي منفذا ذا أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين في تعز باعتباره أحد المداخل الغربية الرئيسية في المدينة، ويفاقم الحصار الذي تفرضه الميليشيا من معاناة المواطنين، إذ أضحى من الصعوبة إدخال المواد الغذائية والطبية إلى داخل المدينة. التقرير التالي والتفاصيل. من بين أسمائه العديدة يحب الأهالي منادته بمنفذ الموت، وهم لم يفعلوا ذلك ترفا كما يقولون عندما يتحدثون عن منفذ الدحي الذي أصبح أشهر الممرات وأصعبها، وفيه فقدت أرواح وماتت أحلام. خلال الأشهر الماضية كان عبور هذا المنفذ يحمل في طياته الكثير من المخاطرة التي لا تتوقف عند سلب الأشياء، بل قد تصل إلى سلب الأرواح. يتوقف الناس قبل العبور من خلاله ويلتفتون حولهم وهم سائرون عبره، وكأنهم يلقون نظرتهم الأخيرة ليس إلى المكان المحاصر بالقناصة بل إلى الحياة كلها. فمن يضمن أن لا يصبح السائر في الطريق هدفا مشروعا لمن يجلس خلف رشاشه يبحث عن ضحية سهلة المنال، كما كتب أحد الذين يستخدمون هذا الممر للعبور الدائم في صفحة خاصة برصد الانتهاكات: كان الموت أكثر من يعبر هذا المنفذ وتمنع المقتنيات البسيطة من الدخول إلى مدينة تعز، وآخر ما توصلت إليه الميليشيا هو البدء بإقامة أسوار إسمنتية. وبعد أن تم إغلاق كافة المنافذ من قبل ميليشيا الحوثي، أصبح الدحي الطريق الوحيد الذي يمكن تجاوزه إلى الضفة الأخرى وربما إلى الحياة الآخرة، كما حدث لكثيرين حاولوا المرور عبره أو إنقاذ جرحاهم الذين قضوا قرب المعبر. في ظل الحصار الذي تعيشه تعز، بادرت مجموعة من شباب المدينة بتوفير حاضنات مجانية لحديثي الولادة في مستشفى المظفر وسط المدينة،
ووقفت الحرب التي تشنها الميليشيا معظم المستشفيات في المدينة وكذلك أجهزتها الطبية بما فيها حاضنات الأطفال. وفي تعز شن طائرات التحالف غارات على مواقع وتجمعات الميليشيا في مناطق جنوب وشرق المدينة. وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت جبل ورقة بعزلة الأقروض بالمصراخ وشاحنة محملة بالذخائر بالقرب من مطار تعز الدولي. كما استهدفت الغارات نقطة للميليشيا أمام مصنع البحر الأحمر ومقر أحد الموالين للحوثيين في منطقة الجند التابعة لمديرية التعزية. ينضم إلينا من تعز مراسلنا حمزة أمين. حمزة، هل حدثنا عن المواجهات في الدحي أو في منطقة الدحي وفي الجبهة الغربية بشكل عام؟ نعم وديه، اندلعت منذ صباح الباكر اشتباكات عنيفة في الجبهة الغربية في محاولة من شباب المقاومة لفك الحصار عن المدينة. في هذه الأثناء أو قبل هذا الاتصال بالضبط، أفادت مصادر ميدانية عن سقوط الإدارة العامة لشركة الشيباني وأيضا سقوط مبنى الجماد، وكما تقدم أيضا أبطال المقاومة الشعبية إلى أمام مصنع التل، ولوحظ فرار الميليشيات باتجاه سبعة الزنقل وسوق برباشا. أيضا أفادت المصادر من تلك المنطقة عن إصابة القائد الحوثي أبو مهند إصابة خطيرة، ويعد هذا أبو مهند المسؤول المباشر عن حصار المدينة في الجبهة الغربية. وكما تمكن أبطال المقاومة الشعبية اليوم من اغتنام مدرعة في بعد فرار الميليشيات الانقلابية منها أمام شركة الشيباني. أيضا هناك تقدمات في جبهة القروض والمصراخ، وتقدمات في الجبهة الشرقية أيضا في منطقة سعدات، حيث تمت السيطرة على بيت الفضل التي كانت تتمركز فيها قناصط الميليشيات. يعني تتحدث أنت حمزة عن أماكن مدنية يعني تقوم الميليشيا بالتمركز فيها، هل من مواقع عسكرية أو مواقع أخرى تجاوزتها وسيطرت عليها المقاومة؟ هذه المناطق التي ذكرت لك إياها هي كانت مناطق سكنية وأيضا شركات خاصة استخدمتها الميليشيات مواقع عسكرية لها، كانت تقوم بقمص المواطنين منها وأيضا ضرب المدينة بالأسلحة الثقيلة. المواقع التي تم السيطرة عليها هي التي سيطرت عليها بالأمس، تبت الأرانب وتبت الإريان، ولا زال أبناء المقاومة الشعبية يتقدمون باتجاه تبت الزنقل لإسقاطها أيضا. أشكرك شكرا جزيلا مراسل قناة بلقيس حمزة أمين، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. إلى ذلك جدد طيران التحالف شن غاراته الجوية على مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة الميليشيا. وقال شهود عيان إن الطيران قصف معسكر الحفا الواقع في الجهة الشرقية من العاصمة صنعاء. أضاف أن القصف استهدف بنحو 4 غارات مواقع الحوثيين وقوات المخلوع في قرى المدفون والمدارج بمديرية نهم شمال شرقية صنعاء. وفي محافظة حجة قصف الطيران ب6 غارات مدينة ميدي المحاذية لمنفذ الطوال الحدودي، بالإضافة إلى غارة جوية على موقع في سوق ديفان التابع لمديرية ريدة بمحافظة عمران. سقط قتلى وجرحى من الميليشيا في هجوم للمقاومة الشعبية على نقطتهم بمديرية الشرية آل غنيم بمحافظة البيضاء. وأكدت مصادر في المقاومة إن 3 من الميليشيا قتلوا وأصيب 5 آخرون في هجوم مباغة للمقاومة استهدف نقطة النقعة بمنطقة العروق في المديرية. وفي سياق متصل اندلعت مواجهة عنيفة بين المقاومة والميليشيا في مناطق الجماجم وحيد الضروة وغول عامر ولجردي بمديرية الزاهر آل حميقان. قالت مصادر محلية في الضالع إن جبهات القتال في يعيس ومريس وحمك تشهد مواجهة مستمرة بين المقاومة والميليشيا، ورغم تعزيزات الميليشيا التي تصل إلى الجبهات إلا أنها لم تحقق أي تقدم
في ظل الانتشار الواسع للمقاومة وتصديها لكل الهجمات التي تشنها الميليشيا. يأتي ذلك وسط نداءات متكررة للمقاومة لدعمها بالسلاح. التقرير التالي والتفاصيل. ما تزال المقاومة الشعبية في جبهة القتال بالضالع تخوض حربا شرسة ضد ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، رغم عدم وجود أي تكافؤ بينهما. لكن أفراد المقاومة الشعبية بكل ما يملكون من عتاد يسجلون يوما بعد آخر انتصارات ليست بسهلة أمام آلة القتل التي تستهدف الجميع في مديريات المحافظة. وتعد جبهة مريس ويعيس وحمك ودمت أكثر المناطق التي لم تتوقف فيها المواجهات منذ قرابة عام على الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وحليفها المخلوع صالح. في كل هذه الأماكن ينتشر أفراد المقاومة الشعبية لصد أي محاولات للميليشيا للتوسع في مناطق المحافظة، حيث أفشلت خلال المعارك الأخيرة سلسلة من الهجمات وأوقعت خسائر كثيرة في صفوف الميليشيا. ووجهت المقاومة الشعبية نداءات متتالية للحكومة لدعمها في جبهات القتال ومدها بالسلاح والعتاد الثقيل لدحر الميليشيا من المحافظة. ونحن هنا متواجدين لنصد أي عدوان يتعدى على حدود محافظة الضالع، ومنتظرين الدعم من الأخوة في التحالف ومن الحكومة الشرعية الممثلة بعبد الرب منصور أن ينظروا وأن يلفتوا النظر إلى هذه الجبهة المهمة كونها البوابة الغربية لمحافظة الضالع. هنا يقف هؤلاء بالمرصاد لوقف أي تمدد للميليشيا كما يقولون، رغم إمكانيتهم وعتادهم العسكري الذي أفشل معظم العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في كافة المناطق. لقيا طفلان حتفهما نتيجة انهيار جدار فوقهما بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة في مدينة تريم بمحافظة حضرموت. قال مصدر طبي إن طفلين أعمارهما أقل من 10 أعوام توفيا بعد سقوط جدار فوقهما نتيجة الرياح القوية التي صاحبت هطول الأمطار الغزيرة على المدينة. أوضح المصدر أن طفلاً توفي في الحال، فيما أسعف الآخر إلى المستشفى الحكومي بالمدينة، غير أنه فارق الحياة بعد ذلك. كشفت مؤسسة وثاق لدعم التوجه المدني عن سقوط أكثر من 400 مواطن بين قتيل وجريح بفعل الألغام التي زرعتها الميليشيا منذ مطلع العام الماضي. وقال رئيس المؤسسة نجيب السعدي إن عدد ضحايا الألغام التي زرعها الحوثيون قد وصل إلى 430 شخصا بينهم 16 طفلا و26 امرأة. أضاف أن عدد الضحايا من الرجال بلغ 141، فيما لقي 8 من أفراد فرق نزع الألغام حتفهم خلال عملية انتزاعها. ذكرت منظمة اليونيسف أن الحرب في اليمن حصدت نحو 700 طفل منذ سبتمبر من العام 2014، فيما جرح أكثر من 1100 آخرين. ورصدت المنظمة 156 حالة تجنيد للأطفال خلال الفترة الأخيرة، منهم 140 حالة تم تجنيدها من قبل الحوثيين، فيما تمنع القوانين الدولية والمحلية الزج بالأطفال بالحروب. تجربة القاهرة كانت كفيلة بأن يتعلم هذا الطفل ذو 14 ربيعا استخدام السلاح ليغدو مقاتلا في صفوف ميليشيا الحوثي في تعز ويؤسر بعد فترة من انضمامه إلى المعارك. حكاية هذا الطفل الذي نقلها أحد الصحفيين الذين حضروا لمقابلته لا تتوقف عند حدود نفسه، بل تتجاوزه إلى مئات الأطفال ممن هم في سنه أجبروا على العمل المسلح على امتداد الأرض اليمنية. لعله مشهد بات مألوفا في مختلف جبهات القتال في اليمن، جنازات تشيع مقاتلين في عمر الزهور إلى مثواهم الأخير في حرب لم توفر الأطفال حتى وإن فروا منها إلى اللجوء أو بقوا في الداخل لتمزق طفولتهم آلة الميليشيا التي اشتهرت بتجنيد الأطفال. تجنيد تقول عنه أرقام المنظمات المحلية والدولية أنه يستهدف عمر 10 حتى. حملت تقارير حقوقية سابقة أرقاما مهولة لضحايا الحرب من الأطفال، وبحسب اليونيسف فإن نحو 747 طفلا قتلوا منذ بدء النزاع في سبتمبر من العام 2014، فيما جرح أكثر من 1100 آخرين. ورصدت الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأطفال والنزاع 156 حالة تجنيد للأطفال، منهم 140 حالة تم تجنيدهم من قبل ميليشيا الحوثي. ويشير تقرير سابق للأمم المتحدة بأنه تم رصد 724 حالة تجنيد للأطفال،
و133 حالة خطف من جميع الأطراف المتنازعة داخل اليمن. كما رصد تقرير محلي لمؤسسة وثاق 185 حالة أغلبها تم تجنيدهم في منطقة عمران شمال صنعاء. وتحدث التقرير إلى أن هناك على الأقل 22 موقعا يتم تجنيد الأطفال فيها، وتتمثل بالمراكز المجتمعية ومنازل القادة الحوثيين، حقيقة وثقتها منظمات حقوقية ونشطاء في وقت تحولت البلاد إلى ساحة حرب مفتوحة. فما تقترفه الميليشيا بحق أطفال اليمن كذلك تفعله تشكيلات مسلحة تابعة لأطراف مسلحة أخرى على تنوع خلفياتها. أعاق تعرض جسر رئيسي للقصف الجوي حركة المسافرين المارين من الطريق الرئيسي الواصل بين شبوة والمحافظات الجنوبية الشرقية. وتعرض جسر السلام الواقع على وادي يشبم في مديرية حبان لقصف طيران التحالف في 10 يوليو الماضي إبان احتلال الميليشيا للمحافظة، وذلك لمنع وصول أرتال عسكرية لها. آثر بعد عين، هكذا أصبح جسر السلام أهم وأكبر الجسور في محافظة شبوة، وهكذا هي نتائج حرب ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح التي قلبت الدمار لكل شيء. فهذا الجسر كان من ضمن أهداف طيران التحالف العربي بعد وصول الميليشيا إلى مشارف مديرية حبان أثناء احتلالها للمحافظة. جسر السلام من أهم الجسور في محافظة شبوة، تأسس في عام 1974، يربط ما بين محافظات شبوة وعدن وشبوة وحضرموت، ومن أهم الجسور الذي في محافظة شبوة. معاناة كبيرة يتجرعها المسافرون هنا بعد تدمير الجسر، وليس أمام سالك هذا الطريق إلا السير في أماكن وعرة. على الرغم من أهمية هذا الطريق وحيويته، فهو يربط محافظة شبوة بعدة محافظات أخرى. من فوق 8 شهور وهو زي ما هو، وتعاني منه الناس كثير بالنسبة لأصحاب السيارات. بعدين هذا خط رسمي، هذا يعني دولي يعتبر خط عدن، وهذا ما فيه. تعاني الناس يعني متعبانة الناس صراحة. يبدو أن الانتظار سيطول حتى إعادة ترميم جسر السلام، فالجهات المعنية في المحافظة ما تزال هي الأخرى تنتظر ردا من الهلال الأحمر الإماراتي الذي تكفل بإعادة ترميم الجسر. طبعا كلفنا مكتب مختص بجسور الأنفاق، وصمم الجسر تصاميمه مكتملة، ومنتظرين دعوتهم كما وعدونا الأخوة في الهلال الأحمر. وآخر كان لقاء لنا معهم في نهاية ديسمبر العام الماضي، على أنهم سيدعونا في مطلع يناير بعد استلامهم للموازنة. اسمه جسر السلام، لكنه لم يسلم في زمن الميليشيات التي تسببت في تدميره إلى جانب عشرات من الجسور والبنية التحتية في عرض البلاد وطولها، ومن محافظة شبوة إلى واحدة من المحافظات التي نالها نصيب من الحرب. من مديرة حبان لقناة بلقيس إبراهيم حيدر. أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي دعمهم التوصل لحل سياسي لإنهاء الصراع في اليمن، ورفضهم التام للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة. جاء ذلك في بيان ختامي مطول صدر عقب اختتام أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء خارجية دول الخليج والأردن والمغرب، وذلك في الرياض. أشاد الوزراء بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني ضد الميليشيا وتحرير عدد من المحافظات، وأعربوا عن دعمهم للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة المحافظات، والالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية عبد الملك المخلافي دول الخليج إلى الاستمرار بدعم اليمن في كافة المجالات، بما في ذلك دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2216. أكد المخلافي في كلمته خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون على ضرورة الدعم الخليجي في مجال الإغاثة، مؤكدا على الأهمية التي يمثلها وضع آلية لتنفيذ القمة الخليجية لإعادة إعمار اليمن. 2216 واستكمال المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تحت رعاية الأمم المتحدة. هذا وقال وقال المخلافي إن المفاوضات التي تدعمها الحكومة والتحالف هي المفاوضات السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216،
وأكد المخلافي أن ذلك هو المسار الوحيد للمشاورات، وأن ما حدث بين الحوثيين والسعودية هو مفاوضات لتبادل الأسرى. هي مفاوضات على مستوى استخباراتي حول مسألة الأسرى وغيرها. المفاوضات السياسية التي تدعمها الحكومة اليمنية ويدعمها التحالف في مقدمتها المملكة العربية السعودية هي المفاوضات لتنفيذ القرار 22/16 برعاية الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام السيد إسماعيل البشير. ذلك هو المسار الوحيد لمفاوضات سياسية مع الحكومة التي يقف التحالف معها لدعمها. أي شيء آخر هو شيء عملي. نظم طلاب كلية ناصر للعلوم الزراعية في مدينة الحوطة وقفة احتجاجية للمطالبة بضرورة إعادة إعمار الكلية واستئناف العملية التعليمية، وقد تعرضت الكلية لدمار هائل جراء حرب الميليشيا وهو ما أعاق عملية استئناف الدراسة. مراسلنا مختار شعتل والتفاصيل. يزداد الأمر سوءا يوما بعد يوم في كلية ناصر للعلوم الزراعية جراء توقف العملية الدراسية، فوصل بها الحد أن تصبح جرداء قاحلة بعد أن كانت خضراء يانعة أسر الداخل إليها. القاعة والمختبرات قد أصابها الخراب والدمار جراء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح على البلاد. كما تشاهدون الكلية تعرضت لأضرار بسبب الحرب الأخيرة الذي قام بها الانقلابيين، وكذلك بسبب التفجيرات التي قام بها بعض المجموعات، وكذلك بسبب إهمال من قبل السلطة المحلية سواء أو إدارة الجامعة والكلية بسبب هذه الحرب. والكلية تحتاج إلى نوع من التأهيل لمواصلة مسيرتها الأكاديمية والعلمية والبحثية، وهذه الكلية طبعا كلية زراعية، والمنطقة نحن في محافظة لاحق منطقة زراعية تحتاج لها. رغم الظروف التي تمر بها الكلية إلا أن ذلك لم يمنع الطلاب من مناشدة الجهات المعنية في الوقفة الاحتجاجية بضرورة استكمال حقهم في استئناف العملية التعليمية حتى يستطيعوا من استكمال ومواصلة مسيرهم في الحياة ولو حتى بأبسط الإمكانيات ولكن دون جدوى. مشان نلتحق بباقي الكليات اللي يدرسوا، يعني احنا مثلهم زي ما هم يدرسون احنا طبعا زيهم. عمادة الكلية بدورها أشارت إلى أن الكلية غير قادرة على استئناف الدراسة نظرا لانعدام الوسائل التي تساعدهم في العملية التعليمية، فهنا التطبيق يأخذ الحيز الأكبر من الجانب النظري، فالمختبرات والقاعات قد نالها النصيب الأوفر من الدمار، ولكن التوقف سيجعلها بحسب مناشدة الطلاب عرضة إلى النهب والسلب. لأن توقف الدراسة يجعل أراضي الكلية عرضة للبسط والنهب، وأيضا توقف الدراسة يجعل الشباب عرضة للانخراط إلى المجهول. تبرز جليا أن الحياة تعود من جديد كهذه الزهرة التي أينعت من بين الركام والدمار والجفاف الذي طال الكلية، كأنها تقول لا زال الأمل موجود طالما أن هناك حياة. هنا وقف الشباب للمطالبة بأبسط حقوقهم وهي استمرار العملية الدراسية إسوة ببقية الكليات، مطالبين عمادة الكلية وجامعة عدن أن تعيد لكلية ناصر للعلوم الزراعية مكانتها التي لطالما عرفت به. مختار شعتل لقناة بلقيس من كلية ناصر للعلوم الزراعية بمحافظة لحج. نفذت ناشطات تكتل الإعلاميات اليمنيات بمدينة المكلا حملة توزيع 1000 وردة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس. الحملة التي تأتي بالتزامن مع أنشطة مشابهة شهدتها عدد من المحافظات اليمنية جاءت تحت شعار النساء يصنعن السلام. مراسلنا محمد اليزيدي والتفاصيل. ألف وردة سلام قطفتها فتيات يحلمن بالسلام يبعثن بها لكل نساء العالم، ومن بينهن نساء حضرموت في عيدهن العالمي الأنيق 8 مارس. اليوم عيد المرأة، فتمنى للمرأة اليمنية والمرأة العربية والإسلامية بشكل عام التوفيق والنجاح في مهامها بإذن الله تعالى، لأنها الأم، لأنها الزوجة، لأنها الأخت، فنتمنى لها كل خير وسعادة بإذن الله تعالى. فتحت شعار نساء يصنعن السلام عمدت ناشطات تكتل الإعلاميات اليمنيات بالمكلا على توزيع 1000 وردة سلام للأمهات في الجامعات والأطفال في المستشفيات ورسم البسمة على وجوههم بعد أن أنهك المرض أجسادهم الصغيرة والنحيلة. هذه الوردة شريكة حياتي وأم عيالي زوجتي بمناسبة عيد المرأة 8 مارس،
جزاكم الله خير ومشكورين ومجملين. الأوضاع اللي مرت فيها اليمن والحاجات اللي إحنا شفناها ومرينا فيها أنست نحن أنفسنا قليل، فعلى الأقل في اليوم هذا ما ننسى حق هذه المرأة ونكرمها. عملنا عدة نزولات وكان أهم وركزنا على المستشفيات علشان دائما السلام نلاقيه في المرأة وفي الأطفال، فعلشان كده حبينا نخلق هذا الجو عندهم ونتواجد معاهم علشان نفرحهم ويفرحوا معنا. الورد والتكريم وجد طريقه أيضا للنسوة اللواتي خرجنا إلى السوق بحثا عن لقمة عيش نظيفة وشريفة يسهمنا من خلالها في دعم وتوفير احتياجات ومتطلبات عائلاتهن، بشكل أردنا من خلاله تلك الفتيات أن يعبرن عن فخرهن واعتزازهن بما تقدمه ولا تزال النساء في حضرموت خاصة واليمن عامة من تضحيات مختلفة كونهن شريكات أساسيات في كل عمليات تنمية وبناء المجتمعات وتطويرها. عاد عمري اعطاني ورقه ولا حتى جالي اول ناس واول مره يعني اشوف ولانهن لم يجدن اصدق ما يعبر عن المشاعر غير الورود في مناسبه خاصه بالمراه تحمل كل مشاعر الحب والاخلاص اللذين تضطرب امامهما كل معاني كلمات البلاغه، وحتى القلم يعجز عن البواحي لتحل محله هذه الدموع الاصدق تعبيرا عن مشاعر السعاده والامتنان. محمد اليزيدي. بهذا نكون وصلنا إلى ختام النشر، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. معارك مستمرة في تعز، والجيش والمقاومة يسيطران على مواقع جديدة في المصراخ. قتلى من الميليشيا في هجوم للمقاومة بمديرية الشرية في محافظة البيضاء. منظمة حقوقية ترصد مقتل وإصابة 400 مدني بسبب ألغام الميليشيا. نشرة انتهت، لكن التغطية من قناة بلقيس مستمرة. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل مع صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.